لاحظ في الأقسام شيء يتكرر دوما، هو الطاولات والكراسي. لاحظ الطاولات والكراسي، هناك أنواع. هذه الطاولة فيها كرسي ملتصق، وهذه طاولات فردية، طاولة وكرسي، وهذه طاولة فردية، كرسي وطاولة. هذه طاولة فردية، طاولة فردية، كرسي مع طاولة، الجلوس فردي. وهنا الطاولة مع كرسي وكرسي، كرسيين. وهنا طاولة وكرسيين. الفكرة ما هي؟ الفكرة مثلا لو نأخذ طاولة وكرسي، لاحظ الصورة فيها طاولة وكرسي. هذه طاولة وكرسي موجودة في قسم، موجودة في قسم، موجودة في قسم. موجودة في قسم. مثلا هذا هو القسم، موجودة فيه طاولة وكرسي، طاولة وكرسي. لاحظ طاولة وكرسي. مثلا نقسم القسم إلى ثلاث صفوف، كل صف فيه واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أربعة، أربعة. هذه أربع طاولات وكراسي، أربعة، ثمانية، اثنى عشر، اثنى عشر. ثم هذا الصف الأول، هذا الصف الأول في اثنى عشر، واثنى عشر، واثنى عشر. عدد الكراسي هنا، عدد نحسب اثنى عشر، نحسب ستة وثلاثون، نحسب ستة وثلاثون. هناك ستة وثلاثون بين كرسي وطاولة، ستة وثلاثون. إذا كل واحدة، كل واحدة من هذه، كل واحدة من هذه فيها ستة وثلاثون. هذه موجودة ستة وثلاثون مرة. ستة وثلاثون مرة. لاحظ هنا واحد، اثنان، هذه ستة وثلاثون، هذه ستة وثلاثون. إذا هنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. وهذه أربعة تكررت ثلاث مرات، أربعة تكررت ثلاث مرات أصبحت ثمانية، والثمانية تكررت ثلاث مرات أصبحت اثنى عشر. بهذا الشكل وأربعة أخرى. هذا الصف الأول، هذا الصف الأول، الصف الأول في 12 طاولة. الصف الثاني نفس الشيء، الصف الثالث نفس الشيء. إذا العدد هو 36. الآن ماذا نفكر نحن؟ نفكر لو كانت هذه 36، هناك القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع. عندي أربع أقسام متشابهة في العدد. إذا ماذا يوجد في كل قسم؟ كل قسم فيه 36، وكم تكرر من مرة؟
تكرر أربع مرات. عندي أربع أقسام بهذه الوضعية. هدفنا ما هو؟ هدفنا هو حساب 36 في 4. 36 في 4. الفكرة ما هي؟ أن هذا عدد وهذا عدد. ونحن في الدرس السابق استعملنا في الدرس السابق إذا 36 في 4 هي هذه. في الدرس السابق في الصفحة هذه شاهد الفيديو الخاص بها، استعملنا الضرب وخاصية التوزيع، توزيع الضرب على الجمع. جعلنا فيديو لهذا، ارجع للفيديو. هنا ماذا قلنا؟ قلنا عند رائد 15 في 6، ال 15 قسمها بطريقتين، قسمها بالتفكيك النموذجي 10 زائد 6 وقسمها ب 7 زائد 8. شاهد الفيديو السابق. فكرتنا في الدرس ماذا كانت؟ كانت أننا تعلمنا رقم في رقم، وثم صادفنا رقمين في رقم. فماذا كانت الخطة؟ الخطة كانت في تقسيم الرقم الكبير هذا، نقسمه إلى قسمين، القسمين 10 و 5 وإما 7 و 8. هذه فكرة في الدرس. قلنا معدد مكون من رقمين، أفكك العدد المكون من رقمين. إذن الفكرة كانت أنني أفكك 15. أما الفكرة لهذا اليوم، الفكرة لهذا اليوم هي طريقة أخرى وفكرة أخرى، طريقة أخرى وفكرة أخرى. إذن هنا في 15 على 6 ماذا فككنا؟ فككنا 15، لم نفكك 6. هو ماذا قال؟ قال فكك العدد المكون من رقمين. أما هنا 36 و4، المرة الأولى نفكر في تفكيك 36، الخطة الأولى نفكك 36، 36 هي 30 زائد 6، هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية نفكك العدد الآخر 4 أفككها. إذا نرجع للمثال، عندي 36 في 4، يا إما أفكك 36 يا إما أفكك 4. مثلا هنا 36 في هذه الوحدة، القسم الذي فيه 36 من هذه، كيف نفعل؟ الطاولة والكرسي، الطاولة والكرسي، هذه الطاولة والكرسي، هذه الطاولة والكرسي، هي الطاولة لوحدها والكرسي لوحده. معناه 36 الطاولة مع الكرسي. هذه نفصلها، الكرسي لوحده والطاولة لوحدها، وهي نفسها 36 كرسي و 36 طاولة. إذا نبدأ مع الضرب وخاصية التوزيع. المرجع 77. نبدأ مع التمرين الأول. أتمرن مع التمرين الأول. هو هذا. لاحظ هناك فكرة. الجزء تاع التمرين هو هذا. لاحظ هنا 36 في 4، نفكك 36 هي 30 زائد 6، نطبق عليها الفكرة هذه. عندما أقول 36 من هذه الوحدة، هذه نقسمها إلى كرسي وطاولة، 36 من هذه المجموعة، معناه 36 من هذا الجزء و 36 من هذا الجزء. في الرياضيات سميناها توزيع الضرب على الجمع. معناه هنا عندي ماذا؟ 36 نفككها إلى التفكيك النموذجي 30 زائد 6. نحن هنا ماذا نفعل؟ 6 في 4، 4 في 6 و 4 في 30 تصبح ماذا؟ أو نقول 30 في 4 و 6 في 4.
ثلاثون في أربعة وستة في أربعة. ثلاثون في أربعة وستة في أربعة. بالنسبة لثلاثون في أربعة، ثلاثة في الأربعة اثنا عشر، وأضف الصفر، تعلمناها عندما أضرب عليك في عشرة. هذه الثلاثون هي ثلاثة في عشرة، ثلاثة في أربعة اثنا عشر، ثم أضف صفر. وستة في أربعة تعلمناها جداء رقم برقم، ستة في أربعة أربعة وعشرون. هذه مئة وعشرون عندي هنا، مئة وعشرون، مئة وعشرون هنا، زائد عشرون، أربعة وعشرون هي عشرون وأربعة، هي عشرون وأربعة. مئة وعشرون زائد عشرون مئة وأربعون، مئة وأربعة وأربعون. إذا النتيجة مئة وأربعة وأربعون. الفكرة هنا كيف ننظم الحسابات هنا؟ لاحظ ماذا يقصد، هناك فكرة فقط يقصدها، لاحظ هناك فكرة يقصدها، لاحظ هنا، لاحظ هنا. الستة وثلاثون هي ماذا؟ هي ثلاثون وستة، معناه ستة وثلاثون معناتها الثلاثون مكررة أربع مرات. هو هكذا عندي، هكذا عندما تقول ستة وثلاثون في أربعة بهذا الشكل، ستة وثلاثون في أربعة قلناها هنا، معناها ثلاثون في أربعة وستة في أربعة. إذا هنا ثلاثون في أربعة وستة في أربعة، ثلاثون في أربعة وستة في أربعة. هنا الفكرة الجديدة هي هذه، لاحظ هذه تساوي، هذه تساوي فقط. هناك ملاحظة، لاحظ هذه الفكرة، لاحظ هذه تساوي، أضعها هكذا وأضعها هكذا. ثلاثون في أربعة كم تساوي؟ مئة وعشرون. ستة في أربعة أربعة وعشرون. هذه ثم هذه الزائد ها هنا، ثم مئة وعشرون ثم هكذا. ثم هكذا 120 120 زائد 24 كم يساوي؟ 144. في الحقيقة هذا التصميم وهذه الطريقة في الكتابة هو لم يكتب هكذا، قال 3 في 4 تساوي، 3 في 4 تساوي، يتساوي 120. كنظن العمليات فقط 3 في 4 تساوي 120. إذا 3 في 4 تساوي 120، 3 في 4 تساوي 120. ثم فراغ في 4 يقصد هذا، يقصد 6 في 4، إذا يقصد 6 في 4، يقصد 6 في 4، 6 في 4 تساوي 24. ثم هذا فراغ يقصد هذه 120 زائد 4، 120 زائد 24، وهذا الفراغ يقصد هذا يوم 144 فقط. والفراغ هذا يقصد أربعة هنا، يقصد أربعة هنا، والفراغ هذا يقصد ستة. من أين جاء بهذا المخطط الذي قد يبدو صعب؟ المخطط هذا قد يبدو صعب، المخطط هذا قد يبدو صعب وغير مفهوم، وفي الحقيقة هذه في مربع، في مربع لوحده، حسابات جانبية، هذه حسابات جانبية، هذه حسابات جانبية فقط، هذه حسابات جانبية، هذه الكتابة حسابات جانبية. ما يهمنا هو أنه عندما أراد حساب 36 في 4
عندما أراد حساب 36 في 4، هناك عدد هنا وهناك عدد هنا، كيف أحسب؟ إما أفكك 36 وإما أفكك 4. الحصة اللي فاتت في الدروس فككنا 36 بطريقتين، أما هنا لا، هنا نفكر في 36 في تفكيكها، وربما نفكر في تفكيك 4، نفكر 36 ونفكر في تفكيك 4، هذا الذي قصدناه هنا من هذا المثال. هذا المثال يفكك 36، إذا ماذا يقول؟ 36 في 4 هي 30 في 4 و 6 في 4. لاحظ معي، لاحظ هذه الكتابة، الكتابة هذه ما معناها؟ ما معناها؟ معناتها 30 في 4، إذا 30 لاحظوا هذه 36 معناه 30 في 4 و 6 في 4. تأمل هذه الجملة جيدا، هذه الجملة تأملها جيدا، هي 30 في 4 و 6 في 4، توزع الضرب على الجمع، فماذا تكون الفراغات هنا؟ الفراغات هذه ماذا تكون؟ إذا 36 في 4، 30 في 4 و 6 في 4. نستغني عن المساعدة، توزيع الضرب على الجمع. تذكر دائما هذه أن 36 كرسي وطاولة هي 36 كرسي و 36 طاولة. إذا نفس الشيء هنا، 36 في 4 هي 30 في 4 و 6 في 4، 30 في 4 و 6 في 4. وهذه حسابات جانبية، ضعها في إطار هكذا ولونه، حسابات جانبية بهذا الشكل. بالنسبة للمثال الآخر، بالنسبة للمثال الآخر فكك الأربعة فتصبح 36 في 2 و 36 في 2. نحاول فهم ما كان يفعله هنا. ماذا عنده هو؟ عنده 36، عنده 36 في 4، عنده 36 في 4. الدرس السابق، في الدرس، في الفيديوهات السابقة، في فيديو الدرس، ماذا فكرنا؟ كانت طريقة رائد وطريقة ماذا اسمه؟ رائد وماذا اسمه الآخر؟ طريقة هنا، طريقة رائد وطريقة أمين، طريقة رائد وأمين. رائد ماذا فكر وأمين ماذا فكر؟ فكروا في 2 في تفكيك 36. هناك من قال أن 36 هي 30 و 6، والآخر قال 36 نقسمها على 2. معناها حتى في تعلمت ماذا قالوا لنا؟ قالوا لنا فككوا العدد المكون من رقمين، لم يقولوا لنا فككوا العدد المكون من رقم واحد في تعلمت، قالوا لنا فكروا في تفكيك 36. أما هنا الفكرة لا، إذا في تعلمت، تعلمت من أفكك؟ من أفكك؟ أفكك العدد المكون من رقمين. أما هنا لا، لا أفكك هذا، أفكك هذا. الأربعة هي قابلة للتفكيك، قابلة للتفكيك، فماذا يصبح؟ 36، 36 في 4 تساوي، أفكك 4، 36 أدعها وأفكك 4. الأربعة من هي؟ أفككها، هي الأربعة، هي 4 زائد 0، 4 3 زائد 1، 2 زائد 2، نختار 2 زائد 2. ثم نوزع الضرب على الجمع، 36 في 2 و 36 في 2، 36 في 2
و36 في 2، 36 في 2، 36 في 2، وهذه 36 في 2 احسبها كما شئت، عموديا، ذهنيا، بالآلة الحاسبة، كما شئت. مشهورة 35 35 70، ثم 1 1 معناتها 2 معناتها 72. مشهورة أنها 72 زائد 72، مشهورة. إن شئت 36 في 2 تجدها 72. إن شئت عموديا، إن شئت، هناك أفكار كثيرة، ليس هو موضوع اليوم. إذا ما هي الفكرة؟ الفكرة أن هناك حسابات جانبية، هنا حسابات جانبية التي هي 36 في 2 تساوي 72، تساوي 72، و 36 في 2 72، ثم يصبح هذا زائد هذا 72 زائد 72، إذا 72 زائد 72، 72 زائد 72. وفي الحقيقة كذلك الحساب مشهور هنا، هذه مشهورة ثانية سهلة، لأن 70 و70، 70 و70 هي 72. من هي؟ لاحظوا الفكرة، 72 كان الصفر، ثم 50، ثم 20، ثم 2. هذه 50 وهذه إذا هكذا، إذا هكذا 50 و20 2 هي 72، فأجد هنا 72. إذا 72 مرتين، معنى هذا مرتين وهذا مرتين وهذا مرتين، 144، 144، فأجد 144، وهي النتيجة التي وجدتها منذ قليل، 144، 144، 144 وجدتها منذ قليل. مئة وأربعة وأربعون وجدتها منذ قليل. إذن فقط هذه الفكرة، قد أفكك هذا العدد وقد أفكك هذا العدد، هذا المقصود من التمرين. ليس شرط أن تفكك العدد الكبير، قد تفكك العدد الصغير، لأنك ستصادف حسابات مشهورة. ونجيب هكذا بالنسبة للحسابات الجانبية، حسابات جانبية هي هذه حسابات جانبية. إذا كيف فكروا؟ لم يفكروا في تفكيك 36، فكروا في تفكيك الأربعة. أوجز العملية الآتية بتفكيك، أوجز العملية الآتية بطريقتين مختلفتين، 24 في 6 و 24 في 6، هنا تلوين 6 وهنا تلوين 6. إذا كيف تقرأ هذه؟ كيف تقرأ 36 أربع مرات أو 4 36 مرة؟ هذه نتفق عليها، نتفق على هذه القراءة عندما ألون بهذا الشكل، عندما نقول هكذا. ماذا نقول هنا وماذا نقول هنا؟ هنا نقول 36 مكررة 4 مرات، وهنا أقول 4 مكررة 36 مرة. نفس الشيء هنا، عندما أقول هنا، هنا 24، 24 مكررة 6 مرات، مكررة 6 مرات، وهنا 6 مكررة 24 مرة. هذا بالنسبة للتلوين هنا الذي لونه. إذا ما هو القصد من التمرين الثاني؟ التمرين الثاني مقصود أنك تفكك 24 ثم تضرب في 6، وهنا تفكك 6 ثم تضرب في 24. بالنسبة للتفكيك الأول سنجد كذلك 144، وقد تقول لي أنها نفس النتائج السابقة،
هل هي صدفة فقط؟ صدفة نفس النتائج السابقة. إذا عندما أفكك 24، كيف أفكك 24؟ تفكيك النموذجي 24 هو ماذا؟ 24 هي ماذا؟ كيف أفكك؟ هي العشرون، هي العشرون في الستة والأربعة في الستة، العشرون في الستة والأربعة في الستة. العشرون في الستة والأربعة في الستة. إذن هي العشرون في الستة والأربعة في الستة. هذا بالنسبة للتوزيع الضرب على الجمع. عشرين في ستة وأربعة في ستة. إذا من الذي فككناه؟ فككنا الأربعة وعشرون. الأربعة وعشرون أصبحت عشرون زائد أربعة، والعشرون في الستة، العشرون في الستة والأربعة في الستة. العشرون في الستة سهلة، لأن العشرون هي عشرة في اثنان، العشرة اثنان في الستة اثنى عشر، والصفر للعشرة، وهنا أربعة وعشرون، تجد مئة وأربعة وأربعون. أما إذا فكرنا في تفكيك الستة، الستة هي ثلاثة زائد ثلاثة، ثم نوزع 24 في 3، 24 في 3، 24 في 3 هي 72. هناك كم من طريقة لتعريف ذلك؟ 72 مثلا، 24 وكأنها 25 ثلاث مرات، 25 ثلاث مرات، 75 وتنقص 3، 72 و 72. أو استعمل الآلة الحاسبة، أو استعمل عموديا، أو استعمل ما شئت، لا يهم، ليس درس اليوم أن نتكلم كيف جاءت 72. احسب بأي طريقة تجد 24 في 3 تساوي 72، و 72 و 72 هي 144. هناك ملاحظة فقط، هناك ملاحظة، لأننا وجدنا 144 و 144. ال 24 هي 12 في 2، وهذه 3 في 2، فتصبح 36 في 4 التي كانت عندنا الفوق، و 36 في 4 حسبناه بهذا الشكل. هناك ملاحظة فقط، عندما أقول تفكيك 24، سؤال فكك 24، هذا السؤال لو يطرح عليك يقول لك فكك 24، في الحق هذا السؤال يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى شرح. في الحقيقة التفكيك عندما تقول 24، عندما تقول 24، عندما تقول 24، في الحقيقة التفكيك هناك نوعان من التفكيك، قد تقول 20 زائد 4، وقد تقول مثلا 12 في 2، 12 في 2. هنا نفهم شيء فقط، نفهم شيء، ال 24 تفكيك بهذه الطريقة وتفكيك بهذه الطريقة. ما هو القصد؟ لاحظ ال 24 هنا كيف تفككت، 24 هنا كيف تفككت. على اليمين كيف تفككت، وعلى اليسار كيف تفككت. هذا تفكيك ال 24 إلى جداء، إلى جداء، وهذا تفكيك ال 24 إلى مجموع، إلى مجموع. إذا نفرق، عندما كنا نقول تفكيك ماذا نقصد؟ في الحقيقة في التمرين الذي أنجزناه هناك نوعان من التفكيك، هناك نوعان من التفكيك، التفكيك إلى الجداء، أو التفكيك بواسطة الجداء، والتفكيك بواسطة المجموع. وهذا معروف في الرياضيات، مثلا نأخذ عدد سهل، نأخذ عدد سهل، إذا هنا التفكيك إلى مجموع بالمجموع، وهنا التفكيك بالجداء. نأخذ عدد سهل، نأخذ عدد سهل مثلا ستة، مثلا ستة،
عندما أقول فكك ستة، في الحقيقة كاين طريقتين للتفكيك. لو تقول لي اثنان في ثلاثة، لو تقول لي اثنان في ثلاثة هذا صحيح، ولو تقول لي واحد زائد خمسة هذا صحيح. إذن ما هي الفكرة؟ ما هي الفكرة؟ أن الستة أفككها بواسطة الجداء أو أفككها بواسطة المجموع. في الحقيقة هناك مصطلح، وهنا يقولون التفكيك، تفكيك الستة، وهنا يقولون تحليل الستة لكي يتجاوزوا هذا المشكل. لأنك عندما تقول تفكيك وتسكت يكون هناك غموض، هذا التفكيك أو هذا التفكيك. فماذا يقولون في الستة؟ ماذا يقولون؟ يقولون تحليل، تحليل. إذا استعملوا الجداء، إذا استعملوا الجداء يقولون تحليل الستة، وإذا استعملوا المجموع يقولون تفكيك الستة. السبب قلناه في الفيديوهات السابقة، في الفيديوهات السابقة تكلمنا على طريقة تفكيك، وهي في الحقيقة تستدعي هذه الملاحظة، ملاحظة مهمة. في الفيديوهات السابقة تكلمنا على عدد أقسمه بواسطة المجموع وعلى عدد أقسمه بواسطة الجداء. إذا قسمته بواسطة الجداء فأنت تحلل، وإذا قسمته بواسطة الجمع فأنت تفكك. هذا الفرق نعتني به. إذا اسمع 24 في 6، نحلل 24 ونحلل 6. عندما تحلل 24 هي 12 في 2، وعندما تحلل 6 هي 3 في 2. ثم عملية الضرب عملية تبديلية، معناه هذا الاثنان اكتبه هنا، هذا الاثنان اكتبه هنا انقله هنا، وهذه الثلاثة انقلها هنا. فماذا يصبح؟ يصبح 12 في 3 36، و 2 في 2 4، و 36 في 4 هي التي تكلمنا عليها في التمرين الأول، 36 في 4 104. هذه كانت ملاحظة عن التمرين الثاني. أنجز، أبحث في السنة 7 أشهر ذات 31 يوم. موضحة هنا 1 2 3 4 5 6 7. يريد مجيد أن يعرف مجموع الأيام لهذه الأشهر، فاستعمل الطريقة التالية 31 في 7، 30 فككها، 31 تفكيك نموذجي، واحد وهي 30 في 7. إذن ماذا فعل؟ 31 في 7، 31 هي 30 والواحد، هي 30 والواحد. هناك حسابات جانبية، حسابات جانبية، ها هي. من أين جاءت الحسابات الجانبية؟ 31 في 7، 31 من هي؟ هي 30 والواحد، هي 30 في 7، 30 في 7 والواحد في 7. والحسابات الجانبية هي هذه، 30 في 7. كيف نحسبها؟ 3 في 7 21 والصفر، ننزع الصفر فنقول 3 في 7 21، ثم أضيف الصفر، و1 في 7 تساوي 7. 30 في 7 حسبناها لوحدها، 1 في 7 حسبناها لوحدها، حسابات جانبية. ثم نعوض، ثم نعوض، تصبح 210 زائد 7 وتساوي 280. هذا شرحناه كيف تم العمل، فقط هناك شرح لهذه. في الحقيقة لاحظ معي لكي لا تكون كتابة
هذه قلناها في الفيديو السابق، هذه تساوي 210، وهذه تساوي 7. الفكرة هي هذه فقط، قضية تنظيم حسابات فقط. ثم هكذا هكذا، هذه نفسها هذه، هذه نفسها هذه، وهذه نفسها هذه، بهذه الشكل نكتبها منظمة أكثر. قضية ترتيب إجابات فقط، عرض إجابات هكذا، توجد هنا 7 زائد، إذن وهنا تساوي. الفكرة قضية طريقة عرض الجواب، كيف أعرض الجواب بهذا الشكل. إذن 31 في 7، نستطيع كذلك أن نفسر أكثر أنها ماذا كانت. 31 في 7، 31 في 7 نستطيع أن نؤجل هذا الكلام، فنقول أنها تساوي بهذا الشكل، بهذا الشكل. هي ماذا كانت؟ هي ماذا كانت؟ هي ماذا كانت؟ هي كانت 31 في 7. ثم ماذا نقول؟ 30 في 7 و1 في 7. 30 في 7 و1 في 7. هذه تساوي هذه، وهذه تساوي هذه، ثم عملية الجمع، هذه الزائد هي هذه، وهذه 7 هي هذه، و210 تساوي هكذا. فقط ترتيب الإجابة، العملية كانت هكذا أصلا. إذن وتكون 217. نستطيع أن نفكك 30، 10 10 10، ونوزع الضرب على الجمع، ونجد 217. 70 و70 و70، والسبعة 217. انتهت الصفحة هذه، انتهت الصفحة هذه.